هل صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب قال عن التراويح نعمة البدعة هي؟ نعم صحيح أن عمر بن الخطاب قال هذا الكلام، ولكن لا يقصد البدعة التي نعرفها الآن والتي هي التقرب إلى الله بغير ما في شرع. عمر في ليلة من الليالي خرج عمر فوجد الناس يصلون، اثنان يصلون مع بعض، ثلاثة يصلون مع بعض، واحد يصلي الحالة، واحد يصلي الحالة، فقال عمر لو جمعتهم على إمام، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، فقالوا له يا عمر ما هذا؟ قال نعمة البدعة هي، يعني أمر جديد لكنه جاء حسن، ولا يقصد أنه بدعة أنه تشريع في الدين، لأن النبي صلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما امتنع لأجل أن لا تفرض. الآن في زمن عمر لا يمكن أن يفرض شيء، انتهى التشريع خلاص، اليوم أكملت لكم دينكم، وطالما النبي توفي صلى الله عليه وسلم ما في تشريع خلاص. قال عمر نعمة البدعة هي، فهذه من باب إعادة الأمر لا من باب استحداث أمر جديد.